اهلا وسهلا فيكم. انا دكتور عبير عليان، استشاريه امراض الاطفال وكلى الاطفال من الاردن. بشارك لاول مره بالمؤتمر الجمعيه المصريه 36 لامراض الكلى. كثير بتشرف بوجودي مع جميع اعضاء الجمعيه واصدقائي وزملائي. شرف كثير كبير ان نكون معاكم هاي السنه. رح اشارك بموضوع كثير بهم كلى الاطفال، وحتى ننشر الوعي اكثر عن مرض وراثي جيني عم بيصيب عدد كبير من اطفالنا، واللي هو مرض السيستينوريا، اللي هو تكوين الحصى عند الاطفال. هذا المرض بشكل عام بتفاوت نسب حدوثه بين بلد لبلد، لكن ممكن توصل طفل لكل 1000 طفل. ما عندنا احصائيات دقيقه بالبلدان العربيه، لكن حبيت انشر دراستي اللي كانت في فرنسا عن ربط هذا المرض قبل الولادة علامات معينة بالجنين، حتى ننشر الوعي ويتم اكتشاف هذا المرض مبكر قبل تكوين الحصى وخسارة جزء من وظائف الكلى. ونتمنى للكل انه السلامة، بالذات انه كلى الاطفال شوي ببلداننا من الحالات اللي بيتم اكتشافها متأخر بعد ما يتم خسارة جزء من وظائف الكلى. فكتير بحب انوه انه كلى الاطفال مختلفة تماما عن كلى الكبار من ناحية النضوج والوظائف، وممكن علاج كتير امراض لما نكتشفها مبكر بنحافظ على الكلية وما بتأدي لحدوث القصور الكلوي المزمن وفشل الكلى. مشاركتي يعني كتير بصراحة، يعني شرف كبير إلي بهالمؤتمر الكبير. كتير مبسوطة، تعرفت على كتير أصدقاء وكتير ناس من بلدان مختلفة، وإن شاء الله كل النجاح للمؤتمر والتوفيق بكل سنة وبالسنوات الجاي. وشكرا كتير لكم على استضافتكم.